في الوقت الذي كان فيه كل أصحاب الحضارات السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن ثبات الأجرام السماوية، واستمر هذا الفهم لقرون طويلة بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجد القرآن الكريم يتحدث عن حركة هذه الأجرام حديثا غاية في الدقة وغاية في الإحكام، وهناك آيات كثيرة تؤكد على حركة الأرض وحركة الشمس وحركة النجوم وأن كل ما في الكون يتحرك. لا يوجد شيء في فتحة السماء ثابت، كل ما في فتحة السماء يتحرك وتحرك سرعات مذهلة للغاية، وهذا في حد ذاته شهادة على إبداع الخلق وعلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فنقرأ في سورة الأنبياء قول الحق عن الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. بديهي أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لو أتى للناس في شبه الجزيرة هذه ولم يكونوا أهل علم ولم يكونوا أهل معرفة، كان عدد الذين يقرؤون ويكتبون على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، يعدون أفراد محدودون للغاية، فلم يكن معقولا أن يأتي لهم ويقول الأرض تدور، ما كان أحد يصدقهم ذلك. ولكن هناك إشارات قرآنية كثيرة تؤكد على هذه الحركة. والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار ليسوا أجسام مادية، ولكن الليل والنهار كناية عن الأرض، هو ظلمة أو ضياء تعتري نصف الأرض في وقت من الأوقات ويعتريها الضياء في النصف الآخر. فإذا قال الليل والنهار يسبحان يعني الأرض تسبح، الأرض تتحرك، تتحرك حركة تقاس الآن، تقاس بجزء من الثانية وصورة من الفضاء ومدركة بتجارب على الأرض. نقرأ أيضا في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الغريب أن الشمس تدور حول محورها وتدور حول مركز المجرة وتدور مع المجرة حول مركز تجمع المجرة، ثم يدور هذا كله حول مركز للسماء الدنيا لا نعرفه، وتدور الأرض في مدارها مرة كل 250 مليون سنة، حول مركز المجرة مرة كل 250 مليون سنة. وطبعا مع ساعة هذا الكون هي تنتقل تتحرك في فصل الكون بطريقة مستمرة، ولا يمكن أن تستمر هكذا، هي تتحرك لمستقر لها. ولو أن هناك قراءة تقرأ لا مستقر لها، لكن لمستقر لها أقرب للفهم العلمي الآن. الشمس تجري لمستقر لها لا نهاية، وتجري والجريان حركة ذاتية، وتجري حدد العلماء نقطة قريبة من نجم طارق اسمه بيجا يسمونه مركز الأرض، مستقر الأرض أو محور الأرض، سولار ايبك يسموها، قمة الأرض، قمة الأرض العلماء يحددونها الآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوضحهم في ذلك، في حمل هذا الدين إلى غير يعني الأمم صلى الله عليه وسلم.